الأخبار المتنوعة من المواقع الإلكترونية المختلفة، أهم ما جاء في هذه الأخبار بنبدأ مع حضراتكم من موقع رئاسة الجمهورية. صحيح، الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي بقصر الإليزي في العاصمة الفرنسية باريس. والتفاصيل، رحب الرئيس الفرنسي بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى باريس مجددا، مؤكدا تقدير فرنسا لمصر على المستويين الرسمي والشعبي واعتزازها بالرابط التاريخية التي تجمع بين البلدين الصديقين، والتزام فرنسا بتعزيز مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات، ودعم قدرات وجهود مصر بقيادة السيد الرئيس لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ولتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. من جانبه أكد السيد الرئيس حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع الجمهورية الفرنسية، واللي بتمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وأعرب سيادته عن التطلع لتعظيم التنسيق والتشاور مع الجانب الفرنسي خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف القضايا الإقليمية وملفات التعاون الثنائي الأمنية والعسكرية في ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي اللي بيتسم بالاضطرابات والصراعات. شهد اللقاء تباحث حول سبل تدعيم أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري، من خلال زيادة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وخاصة أن فرنسا بتعتبر واحدة من أهم شركاء مصر داخل القارة الأوروبية، فضلا عن الفرصة الكبيرة للتواجد في السوق المصري للاستفادة من البنية التحتية الحديثة وتحسين مناخ أداء الأعمال. طب والنوى حضراتكم ان شاء الله هيكون معانا اتصال هاتفي لتفاصيل اكتر طبعا، اكيد الخطوط العريضه للزياره واهميتها وثمرها حتى هذه اللحظه. هنطلع معاكم للاهرام وعنوان اخر، محافظ شمال سيناء جاهزون بكامل طاقاتنا الطبية لرعاية المصابين من الفلسطينيين. أكد الدكتور لواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن مصر جاهزة بكامل طاقاتها لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة للمصابين من الفلسطينيين، وأن الكادر الطبي المتواجد من وزارة الصحة على أعلى مستوى. وأضاف خلال زيارته للمصابين من الفلسطينيين في مستشفى العريش العام أمس أنه تم وضع لجنة فحص طبية على منفذ رفح تقوم بفحص حالات المصابين، تحديد موقفها إذا كانت تحتاج للعلاج في شمال سيناء أو القاهرة، وبيتم تحديد موقف المصابين وفقا لحالاتهم. وأوضح أن مستشفى العريش العام اعتاد على هذا النوع من الإصابات جراء التعامل طبعا مع العمليات الإرهابية، وأن المستشفى مجهز بأعلى أجهزة وب 42 سرير مخصص للفلسطينيين و 22 سرير في الشيخ زويد قابلة للزيادة وفقا للأوضاع. وأشار أنه لدينا أطقم طبية وأساتذة جامعات على أعلى مستوى تم إمدادنا بهم من وزارة الصحة لصالح العمليات الإرهابية من 4 جامعات مصرية، حيث قدمت وزارة الصحة 46 طبيب للمساعدة. ووضح المحافظ أننا دائما في خدمة أهلنا في قطاع غزة، ونتمنى للمصابين الشفاء، حيث أننا في العريش طوعنا المستشفى لخدمة الإصابات رغم كآحة كورونا. وقال ما فيش حاجة اسمها مصري أو فلسطيني، هم ضيوف لدينا، وطبيعة شعبنا بصفة عامة وشمال سيناء بصفة خاصة أنه دائما بيقف بجانب أشقائه الفلسطينيين. من بوابة الأهرام نروح مع حضراتكم لبوابة الجمهورية. وزير التعليم يبحث تدريس اللغة الصينية بالمدارس من العام المقبل. عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعا مع لياو لي تشانغ سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة والوفد المرافق له، لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمشروعات المشتركة بين البلدين في مجال تطوير التعليم عبر تقنية الفيديو كونفرنس. وناقش اللقاء مجالات التعاون بين الجانبين، من بينها تدريس اللغة الصينية في المدارس المصرية كلغة اختيارية بداية من العام المقبل بعدد من المدارس الرسمية لغات بالصف الأول الإعدادي، وبدء تشغيل وقبول الطلاب بورشتي لوبان مصر بالتعاون مع كلية تينجان للصناعات المهنية الخفيفة وكلية تينجان الفنية للنقل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطوير التعليم الفني، بالإضافة إلى التعاون مع شركة نت دراجون الصينية من أجل مشروع إنشاء الفصول المتنقلة لعلاج مشكلة تكدس التلاميذ في الفصول. نروح إلى بوابة أخبار اليوم. تحيا مصر يتولى تجميع مساهمات شراء لقاحات كورونا. أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه تنفيذا لتكليفات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تم التوافق على أن يكون صندوق تحيا مصر هو الكيان الذي سيتولى تجميع المساهمات المختلفة سواء من البنوك أو الشركات أو الجهات الأخرى، إضافة إلى ما قامت به الخزانة العامة للدولة بتدبير لشراء لقاحات، حيث خصصت الحكومة للصندوق نحو ملياري جنيه حتى الآن.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات مواجهة فيروس كورونا وموقف توفير اللقاحات المضادة للفيروس بحضور دكتور هالة زايد وزيرة الصحة واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر. طيب هنطلع لجرنان آخر اليوم السابع وعنوان آخر، مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على قانون الصكوك السيادية. في التفاصيل، وافق مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية. وقال رئيس المجلس سيتم اتخاذ اللازم وفقا للمادة 249 من الدستور، في إشارة إلى إبلاغ مجلس النواب رأي مجلس الشيوخ في مشروع القانون، حيث إنه من مشروعات القوانين التي طلب مجلس النواب من الشيوخ إبداء رأيه فيها. وتقوم فلسفة مشروع قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محدودة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة. وأشارت اللجنة إلى أن القانون داعم للاستثمار، حيث أنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها، خاصة وأنها بتعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة الثانية من الدستور المصري.